مساء الورد واهلا وسهلا فيكم. رجعنا عن جديد بكتالوج مميز جدا وجديد من ماركة البيم، رح يبلش الثلاثة القادم، مو بكرة، الثلاثة القادم 7 ديسمبر، اول كتالوج لماركة البيم بشهر ديسمبر. طبعا الكتالوج رح يستمر اسبوع او حتى نفاذ الكمية. شو بيتضمن الكتالوج؟ بيتضمن كل شيء. انا سميته كتالوج الدلع والجمال، قد ما فيه شغلات كتير كتير بتحبها النساء بالنسبة للألبسة النسائية، منتجات من ماركة نيفيا للعناية البشرة جدا ممتازة، بارفان للشعر والجسم، كمان في بعض المنتجات الغذائية مثل ورق العنب، دبس العنب، حلاوة طحينية. تابعوا معي الفيديو للنهاية، رح نشرح عن كل المنتجات. قبل ما نبلش صبايا شدوا لي همتكم، فجروا لنا الفيديو لايكات، حطوا لنا كومنت لطيف تحت بأسفل الفيديو، ما تنسوا صلوا على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه، وخلونا نبلش مباشرة بالعرض الأول من ماركة نيفيا، منظف للوجه بالنسبة لسعته 200 ميلي والسعر 23 ليرة. طبعا طريقة الاستعمال، إذا عندك فرشاية تبع تنظيف البشرة أو عندك جهاز فور يو، أو إذا ما عندك أبدا بيكون وجهك مغسلتيه تمام، بعدين بتحطي هذا المنظف بيشلك كل شيء خلايا ميتة عن الوجه. سعره فقط 23 ليرة، طبعا ماركة نيفيا جدا ممتازة. أيضا من ماركة نيفيا منظف للمكياج، مي منظف للمكياج، هذا المنتج رائع رائع جدا، بيشيل المكياج بكل سهولة. سعته 400 ميلي وسعره فقط 20 ليرة. شامبو للجسم، دوش جيلي للجسم، عبوتين، الوحدة سعة 450 ميلي والاثنين بسعر 23 ليرة. طبعا هذا بيجل الألوفيرا، يعني بيطري البشرة وبيرطبها. ليفة للجسم مستطيلة الشكل بسعر 12 ليرة، أيضا ليفة للجسم مع عصاية بسعر 12 أيضا. مرطب للشفايف أو ملمع، يعني بصير الاثنين، في عدة نكهات، أي وحدة ب 12 ليرة ونص. من ماركة نيفيا قناع للعيون بسعر 12 ليرة، للسواد تحت العيون، للإرهاق تحت العيون، كتير ممتاز. من ماركة نيفيا أيضا جل منظف للبشرة، كمان نفس الاستعمال، 150 ميلي ب 23 ليرة. بيجاما كتير حلوة وكيوت للنساء، بتجي نص كم وشورت، رح يكون في منا هدول النقشتين قدامكم على الشاشة، النقشة اللي شورتها لونه زهر والنقشة التانية اللي شورتها لونه أسود، رح يكون متوفر بس مقاسين ميديوم ولارج، سعر البيجاما 40 ليرة. حلقات للأذن بشكل كتير حلو وعصري، سعر الواحد 13 ليرة. ايضا من ماركة نيفيا ماسك للوجه، يوز ماسكسي لما تخربطو، هذا للوجه تمام، يلي بيكون مكتوب عليه جوز ماسكسي للعيون جوز، هاد سعره 12 ليرة. صابون سائل 500 ميلي بسعر 13 ليرة. صبايا صحيح ما بدي تنسوا، بكرة في عروض ماركة البيم يوم الثلاثاء 30 نوفمبر، عرض كتير حلو على صابون السائل 4 لتر تقريبا، سعره 17 ليرة، روحوا شوفوا لعروض تبع بكرة، رح اترك لكم اياه بأول تعليق مثبت عروض ماركة البيم بكرة يوم الثلاثاء 30 نوفمبر. بيجامات نسائية كم، في مقاسات ميديوم ولارج، بالنقشة الحلوة هي السماوي ومنقطة أبيض، سعر البيجامة 70 ليرة. طقم طاسة مع فرشاية للصبغة بست ليرات. كريم من ديرماكول، في بزيت الزيتون، في بجل الألوفيرا، وفي بالأفوكادو، بيصير للوجه والجسم، 300 جرام ب 13 ليرة. فيونكا أو شكلي على شكل عقدة بسعر 10 ليرات، رح يكون في منقطة أبيض وأسود أو بيج وأسود. لأول مرة بينزل بماركة البيم بارفان للشعر. أنا قبل بمرة ذكرت لكم أني رحت اشتريت من جراتيس بارفان للشعر، يلي بيعانوا أنه الشعر لو بيحمموا قد ما حمموا بيعرقوا وبيضل في ريحة. بارفان الشعر رائع جدا، هذا للشعر والجسم، ساش فيف وجود بارفان، يعني للشعر والجسم، 150 ميلي بسعر 14 ليرة، رح يكون فيه 3 روايح. ماسكات للوجه، في بالفيتامين سي، في بالألوفيرا، في بالكولاجين، أي واحد منهم بسعر 7 ليرات. طبعا استخدام ماسك الوجه على بشرة نظيفة، بتحطي تقريبا 15 دقيقة بعدين بتغسلي بشرتك وبتحطي مرطب لتسكري المسام، كتير مهم المرطب. مجموعة 3 قطع مبرد للأظافر مع ملقط حواجب وقصاصة، لـ3 قطع ب 18 ليرة. عرض حلو، ماسكات للأطفال على أشكال سمايلات وحلوة كتير، فيكن تغسلوها، الوحدة ب 3 ليرات ونص.
ألبسة نسائية رياضية كتير 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 حلوة، في مقاسات 70, 75, 80, 85, 90 و95. رح يكون في لون كحلي ولون أزرق ولون سماوي، رح يكون في لون زهر وكحلي وأزرق، الوحدة بثلاثين ليرة. قص للشعر كمان رح يكون في نقشتين أبيض وأسود وبيج وأسود، سعره 15 ليرة. طقم نسائي قطعتين كنزة وشورت، بيجي ساتان باللون الأبيض منقط بالأسود، في مقاسين بس ميديوم ولارج، الطقم ب 45 ليرة. شكلة أو ربطة للشعر للنساء بسعر 7 ليرات. فولار بصير للرقبة وبصير للشعر، في عدة موديلات، الواحد ب 13 ليرة. جوارب نسائية من ماركة كونفورت، الجوز الواحد ب 4 ليرات ونص، طبعا جوارب شتوية. ألبسة نسائية داخلية 3 قطع بسعر 20 ليرة، رح يكون متوفر مقاسات سمول ميديوم لارج واكس لارج، الألوان قدامكم على الشاشة. هلأ رح ننتقل على عروض المواد الغذائية. لأول مرة بينزل بماركة البيم عرض على ورق العنب، ورق العنب 500 جرام يعني نص كيلو بسعر 16 ليرة، جدا جدا ظريف. أنا مجربة تبع ماركة الهكمر، هلأ هذا ماركة مس جدا ممتازة. ما بعرف إذا بس أنا اللي عم عاني من هالشغلة أو كلياتنا عم نعاني منها صراحة. السنة الماضية مونت ورق عنب، ولكن كل ما بطبخه قد ما بطبخه، يعني جربته على طريقة الحلبية أنه بيطبخوه من الليل بيتركوه للصبح على نار هادية، وكمان في أساوي بيطلع خيطان بورق العنب. ما بعرف شو السبب، هو ورق العنب من نوعية ورق العنب ولا ما بعرف شو السبب. يا ريت اللي هيك كمان عم بيعاني مثلي يكتب لي تحت بالتعليقات. فلهيك قررت انه السنة الجاي ان شاء الله ما رح مون ورق عنب، رح اشتري جاهز لانه كتير ظريف. عسل بالزعتر 460 جرام بسعر 23 ليرة. هون مربى الكستنة 250 جرام ب20 ليرة. زيتون اخضر 400 جرام ب9 ليرات ونص. هون في عرض على دبس الخروب جدا ممتاز وله فوائد كبيرة للصدر أو للسعلة، 1600 جرام ب25 ليرة. هون نحن منقله ملبس، هي لوز وبيكون طبقة سكر من فوق، نحن منقله ملبس من ماردين جاية، هي ولاية ماردين مشهورة يمكن بأكلات الحلويات هدول الأتراك، 140 جرام ب15 ليرة. كمان من ولاية ماردين الطحينة، حلاوة الطحينة يمكن نحن منقلها بقلاوة أو هيك شيء، 400 جرام بسعر 15 ليرة، أنا كتير بحبها. دبس العنب 300 جرام ب15 ليرة. راحة أو حلقوم بنكهة المندلينا 250 جرام بسعر 10 ليرات. كمان هون حلوة تركية أو مثل فينا نقول بقلاوة 240 جرام ب10 ليرات. أيضا قهوة تركية 250 جرام بسعر 15 ليرة، هي القهوة من كهرمان مرعش. توت مجفف 150 جرام ب12 ليرة، أنا أبدا ما بحبه، ما بعرف ذوق شخصي، اللي بيحبه أو ما بيحبه يكتب لي تحت بالتعليقات. هون في عرض على أنواع البرغل كمان من ماردين، ولاية ماردين، في برغل ناعم كتير، في برغل ناعم أسمر يعني ناعم أبيض، وفي ناعم أسمر، وفي برغل وسط، 1 كيلو بسعر 8 ليرات. هون في عرض على مجموعة مكسرات 200 جرام بسعر 7 ليرات، مثل فستق أو درة هيك شغلات وإضامة. هون عصير العنب من بورصة جاية 1 لتر ب12 ليرة. هون كمان حلقوم بالجوز 200 جرام بسعر 13 ليرة. مربى الحمضيات، في مربى البردقان وفي مربى الليمون 290 جرام ب10 ليرات فقط. كمان هون من ولاية ماردين حلوى بتجي تمر ولوز 140 جرام ب12 ليرة، هي كمان من كهرمان مرعش، ما بعرف رقائق شيبسي كاتبين، ما بعرف انا صراحة ما عرفت لشو هذا المنتج او شو طعمته، 350 جرام ب17 ليرة ونص. لهون اصدقائي عروض ماركة البيم بتكون خلصت، العروض رح تبلش الثلاثة الجاية 7 ديسمبر. كونوا اول العالم يلي بيشاهدوا العروض تبع الماركة التركية، ما تنسوا الاشتراك بالقناة وتتأكدوا انكم مفعلين زر التنبيهات على الكل حتى يوصلكم كل جديد. شكرا على المتابعة الحلوة، انتظروني فيديو جديد. هلا بدي ودعكم، بترككم بأمان الله.